انت بقى الناس كانت في ناس بتقول لك اسلام الشاطر وبركات زملكاويه، انت فاكر؟ لا ده عادي يا فاهم لغايه دلوقتي، لغايه من كام حلقه يعني، انت حد طلع قال فاهم لك مش يعني عارف فاهم. ايه. لا احنا بنقدر الناس كلها وبنحترم يعني انت الناس مش كلها. زملكاوي؟ ايه انت مش زملكاوي؟ انت يعني جايبني في قناه الاهلي دلوقتي بعد السنين دي كلها عشان تسالني انت لا زملكاوي ولا يا راجل، ده رمضان صبحي كان زملكاوي. هو؟ انا مالي انا، انت امال انا تخيل ان اتقال كده ان رمضان صبحي كان زملكاوي؟ لا عادي. والله انت متخيل؟ بقول لك يا اسلام، كل ما هي كل حاجه بتروح لاتجاهات. خلي بالك برضو، الله يكون في عون اصل الناس، لان كل العائلات خلي بالك فيها اهلاويه وزملكاويه، فانت لا طبعا يمكن عيلتك طبعا هتبقى اهلاويه لا، بس كلها انا ولا عمري هتبقى ما شفتك زملكاويه يعني. كلها. احنا معلش يا جماعه، احنا بقالنا كتير يعني، عمر طويل مع بعض. انا عمري مثلا ما شفته، كنا بنتفرج على ماتشات كتيره قوي اهلي قبل ما نروح اهلي وزمالك، بقى قبل الكلام ده بكتير كنا بنتفرج على الماتشات في المنتخب او بتاع، ما يعني مش عارف صراحه. بس ماشي على رايك، ادينا بنسمع ماشي يعني. كويس ان انت بتفتح المواضيع دي. لا اتكلمنا فيها قبل كده ويعني وهرسنا فيها كده، وهرنا فيها كتير قوي الكلام في المواضيع ديت، ولكن هو يبقى انت ما اتغلبتش ولا مره بالزمالك بركات تقريبا؟